السلام عليكم ورحمة الله. أيها الكرام، قبل أيام كنت أكلم أخانا الفاضل الأستاذ ياسين العمري من دعاة المغرب المحبوبين، فطلب مني أن أسجل النقاش الدائر في كلمة لنطلق من خلالها حملة، وها أنا ألبي طلبه وأسأل الله أن يبارك في هذه الحملة، بل وسنعقد بعدها مسابقة في كتاب نافع بإذن الله تعالى. الموضوع الذي تناقشنا فيه هو استخدام آيات من القرآن في المزاح، يعني الاستهزاء بالآيات. لا، الاستهزاء بالآيات هذا حكمه معروف، وليس فيكم ولا منكم من يفعله والحمد لله، لكن موضوعنا هو عن ذكر آية في سياق المزاح وخفة الدم. طب أعطينا مثال. حاضر. تقول لصاحبك أريد أن أراك، فيقول لك طيب تعال الثلاثاء. الثلاثاء بعيد، فيجيبك إنكم ترونه بعيدا ونراه قريبا، على سبيل المزح يعني، وهذه آية. زميلك اسمه يحيى، تريد أن تناوله كتابا جامعيا، فتقول له مازحا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهي آية. مش لهذه الدرجة يا رجل، انتظروا قليلا حتى تروا أنه ليس كلامي ولا اجتهادي الشخصي. وإذا أردت مثالا صارخا أوضح، فسأقص عليك حدثا رآه أخونا الحبيب الفاضل الدكتور جمال الباشا، وكان سببا في تأليف كتاب عن الموضوع. الدكتور جمال كان مدعوا على مائدة الإفطار في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، والحضور عامتهم من حملة القرآن. صاحب البيت نسي الخبز، فماذا كان؟ وأنا أستغفر الله مما سأرويه، وأنبه السامعين ألا يضحكوا، فوالله إنه لكلام يدعو للبكاء لا للضحك. قال أحد الحاضرين ما لي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين؟ فقال صاحب البيت سآتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وفي كلام كل منهما تقليد لآيات في سورة النمل. ومزح ثالث بمزحة لا أستطيع ذكرها لشدة سوءها، وهو لا يرى في ذلك شيئا، وكلهم يضحكون ومعظمهم من حملة القرآن. أتعلمون إخواني، سترون أن من يفعل ذلك يجازف بدينه، يعرض نفسه للكفر وهو لا يشعر. قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لسه والله هذا الكلام أخطر مما نزلت الآية من أجله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. المصيبة أن هذا المزاح الآثم منتشر بين الملتزمين أكثر من غيرهم. الواحد فيهم يتورع عن التنكيت بالنكات الفاحشة أو التي فيها كذب، ويريد أن يخفف دمه ويضحك المستمعين. فبماذا يخفف دمه؟ بذكر الآيات في المزاح. لا والله، لا والله، لأن تمزح بمزاح فيه بذاءة وفحش وكذب أقل شرا وإثما من هذا المزاح الذي تستخدم فيه الآيات. وطبعا في كل سوء وشر، لكن المزاح بالآيات قد يوقعك في الكفر وأنت لا تشعر. هذا طبعا غير المزح اللي في ذكر الملائكة كما سنبين إن شاء الله. ولو اطلعتم على الأقوال التي ينقلها الدكتور جمال الباشا في كتابه لعلمتم أن من فقهاء الإسلام وعلمائه المعتبرين من يقول بخروج أصحاب مثل هذا المزاح من الملة. الكتاب، كتاب الدكتور جمال، اسمه تحذير الغافلين من خطر الهزء بالدين. لكن خذوا بالكم، قد تظن من العنوان أنه لا يعنيك وتقول أنا لا أستهزئ بالدين والحمد لله. الكتاب في حقيقته مليء بالنقولات والتأصيلات لذكر الآيات في معرض الهزل أو المزاح حتى وإن كنت لا تستهزئ بها. وهو كتاب قيم جدا، سنجري فيه ومنه مسابقة بإذن الله تعالى لنشر ثقافة تعظيم دين الله وكتابه وحرمة شعائره وملائكته. ويا ريت كل من يسمعنا يهتم بنشر هذه الكلمة أو المفاهيم التي جاءت فيها، وأنت تحتسب أنك تعظم دين الله في نفوس الناس وتريد إيقاف هذه المهزلة، لعل الله يستعملنا في القضاء على هذه الظاهرة. ولا تدري، والله ممكن تكون مساهمتك في هذا سبب دخولك الجنة ورضوان الله عليك إلى الأبد. في الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. معقول؟ أنا عظمت هذا الأمر في نفوس الناس بالحديث عنه في مجلس من المجالس فيرضى الله عني لأجل هذا إلى يوم ألقاه عشان كلمتين حكيتهم؟ نعم معقول. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا أقول الله يقول مازحا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؟ قال أحد المفسرين في تفسيرها وقد منع المحققون من أهل العلم استعمال الآيات كأمثال يضربونها في مقام المزح والهزل، وقالوا إنما أنزل القرآن للتدبر والخشوع لا للتسلي والتفكه والمزاح.
القرآن علشان تخشع، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مش علشان تنكت وتمزح به. قال إدريس بن بيدكين الفقيه الحنفي رحمه الله تعالى: شفع بعض الندول لفقيه عند القاضي بكار، شفع بعض الندول لفقيه عند القاضي بكار، وقال: يا مولانا، أنت تعلم أن الفقيه هو سيد فاضل راسخ في العلوم، فيشتهي أن تعدله. فأبى القاضي وقال: حضرنا يوما في مكان وبين أيدينا قصعة طعام في وسطها سمن، فطرق بعض الحاضرين للسمن طريقا ليأتي إليه، فقال هذا الفقيه وهو يمزح: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فسقط من عيني، فسقط من عيني. القاضي بكار هو على ما يبدو بكار بن أسد حفيد الصحابي أبي بكر رضي الله عنه، من كبار المحدثين الحفاظ في زمانه. ذكروا عنده فقيها، هذا الفقيه كان يتمنى أن يصفه القاضي بكار بأنه عدل، وبالتالي مؤتمن على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويؤخذ العلم عنه. لكن القاضي بكارا رفض. لماذا؟ علشان موقف، لأن هذا الفقيه رأى شخصا يأكل من صحن كبير مع آخرين بطريقة يجعل السمن يأتي إلى ناحيته ليأكل منه. فقال الفقيه: أخرقتها لتغرق أهلها؟ وهو جزء من آية في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عندما خرق السفينة. قالها هذا الفقيه على سبيل المزاح. قال القاضي بكار: فسقط، يعني هذا الفقيه، من عيني. فسقط من عيني لماذا؟ لأنه يتلو آية من كتاب الله الذي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يتلوها في غير ما يناسبها ليضحك الناس. يا القاضي بكار، كيف لو رأيت أناسا في زماننا بعضهم يحسب على الدعوة والعلم ويتفننون في خلط القرآن، يتفننون في خلط القرآن بهزلهم وأضحاك الناس بما لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طبعا هذا سيثير أسئلة كثيرة عما يجوز وما لا يجوز من المزاح وذكر الآيات في معرضها. يا ترى هذا داخل ولا مش داخل يا دكتور إياد؟ سنتكلم في مقطع آخر بإذن الله، لكن حتى ذلك الحين نقول لكم يا كرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. يعني يا جماعة، وقفت على الآيات، ما عندناش أي شيء ننكت به ونمزح به ونخفف دمنا إلا الآيات. لا، عود نفسك إذا ذكر القرآن خشوع، بكاء، تعظيم. إذا مش قادر تبكي تباكي يا أخي، عظم كلام الله عز وجل، خلي في عندك سيفتي زون، في عندك مسافة أمان ضخمة جدا حول القرآن، ما فيش أي متشابهات تستعد أن تخوض فيها. فإذا الشيء الذي تشك فيه لا تمزح به أبدا. واحد مزح أمامك لا تضحك، لا تبتسم. مزح أمامك وذكر آية في السياق، قل له معلش لحظة، هذا الكلام يعني خلي القرآن أعلى من مستوى المزاح، امزح بما دون القرآن ما دام مزاحا لا حرام فيه. أما كلام الله عز وجل فوالله يا جماعة ما ضاقت الأرض وضاقت كل الأشياء التي ننكت بها حتى نذهب إلى القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وسأتكلم عن هذا الموضوع في مقطع وأكثر إن شاء الله تعالى، حتى نشيع هذه الثقافة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا رؤية وجهه الكريم، لأننا نعظم كلامه في نفوس الناس. احتسبوا هذه النية لديكم يا كرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في مقطع آخر وفي مسابقة من كتاب الدكتور جمال تحذير الغافلين من خطر الهزء بالدين، وسنضع لكم رابطه في التعليقات إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.